الضباع والكلاب البرية هي أفضل الحيوانات المفترسة، حيث تتنافس هذه الحيوانات على نفس الموارد الغذائية. هذه اللعبة البرية هي صراع من أجل البقاء. الكلاب البرية والضباع متشابهة ومختلفة بطرق مفاجئة، حيث المعاطف المرقطة تعطي النوعين مظهرا مشابها. لدى النوعين أيضا سمعة مختلفة. الكلاب البرية مهددة بالانقراض، بينما تم تشويه الضباع من قبل الثقافة الشعبية باللصوص. كلاهما صيادون فعالون. الكلاب البرية صيادون ناجحون للغاية ونادرا ما تفشل، فإن الضباع هي الزبالون متخصصون، يمكنهم المرور دون الصيد إذا كان عليهم ذلك. إن الضباع غالبا ما تستخدم أحجامها وأرقامها لطرد الحيوانات المفترسة. كلا الطرفين يسعى للتخلص من الآخر. تحاول الكلاب البرية النيل من الضبع وتسبب له في جروح خاطرة تؤدي للقضاء عليه لاحقا. قد ذاقت الكلاب البرية مرار الهزيمة وسرقة طعامها من قبل مجموعات من الضباع البرية، فلا الكلاب البرية تنسى أعدائها ولا الضباع، كلاهما عليه التخلص من الآخر لتوفير المزيد من الوجبات. أنثى ضبع حامل عدو سهل النيل منه. تجمعت الكلاب البرية على أنثى الضبع للتخلص منها. تصدر أصوات نداء لتأتي بالمجموعة كاملة. البقاء فردا أمام هذا العدد الكبير هو الانتحار بالمعنى الدقيق. تلقت أنثى الضبع درسا قاسيا. لقد كان يوما سيئا على أنثى الضبع. هذه الجروح التي تسببت بها الكلاب البرية قد تؤدي إلى إنهاء حياتها. تستمر الحياة البرية ويستمر صراع المفترسين. لقد وجدت الضباع صغير عجل. يا له من يوم سعيد على الضباع. فالحياة البرية ليست دائما بهذه السهولة. أما الكلاب البرية فكان عليها البحث مطولا في البرية لإيجاد فريسة لإشباع بطونها. غرير العسل ليس خيارا صحيح، إنه شرس جدا وقتله يتطلب عناء طويل ومتعب. عليها البحث عن فريسة جديدة. الخنزير البري الحيوان المفضل لدى الكلاب البرية، لكن عليها محاصرته جيداً.